البطوله المغربيه كاين مباريات هذا الاسبوع، ربما صحيح ان عدد من المباريات اجلت، منها مباراه القمه اللي كانت مباراه ديربي الوداد والرجاء، فريق الاتحاد طنجه اللي صدر بلاغ بانه عنده مباراه يوم الاربعاء، ولكن صدر بلاغ انه غير رجع للتدريب حتى يوم الخميس. مباراه ساري واتزم كاين مباراه هذا الاسبوع لكن في ظل المؤجلات. هشام، هذه المباريات اللي غتلعب هذا الاسبوع وتقدر تدخل فرق ما غيلعبوا المباراه 25 وفريق وفرق اخرى ما غيلعبوش المباراه، يعني باقي ما خدوا حتى شي مباراه، واش هذا الاشكال حاليا يعني ممكن انه المباراه تلعب بشكل عادي ومن بعد ممكن نشوفوا حل المؤجلات؟ دابا ما عندناش اختيار لانه الجامعه خصها تكون حاسمه، يعني كيف ما سبق وشرنا ليه، الا ما كانت الجامعه موجوده سيناريوهات فيعني راه حنا كنعيشوا في الفوضى، ويعني فقط استأنفنا الدوري باش يمكن نلعبوا ببعضياتنا ويمكن نشوفوا الامور فين غاديه. اما مساله الوباء فكل شيء معرض بانه العدوى، وبالتالي فهذا ما خصوش يلغي بانه نكونوا متوقعين بانه تكون هذه الحالات ديال العدوى اللي غتاثر. سمعنا في الاول انه رئيس الجامعه قال ما تاجلش مباراه الا ما كانتش عندك 15% من الاصابات. الان شفنا ان مباريات كتاجل فقط بجوج لاعبين، مباريات اخرى لا. واش كنطبقوا نفس البروتوكول ديال المخالطين والتاجيل من عماله لعماله ومن ولايه لولايه؟ فهذه اشياء كلها خاصها توضيح، لانه الامر الان اصبح يعني خارج السيطره بالنسبه ليا من ناحيه البرمجه ومن ناحيه ضمان تكافؤ الفرص، لانه الجامعه خاصها تؤدي دورها او تشوف شي حل يمكن يكون جذري، يمكن اللي يمكن انه ما غير جميع الاطراف اللي غير طبيعه الحال. مساله يعني تكافؤ الفرص ربما مساله حاسمه واساسيه وغرجع اساسيه في الفقرات ديالنا.